السلام عليكم متابعين موقع الطنجاني، مرحبا بكم في حلقة جديدة في ميكرو الطنجان. وموضوع دو اليوم هو غير تشوف بنت ماشي تتفرج تشجع كرة، غير سمحوا لي بنات على هذا الموضوع هذا. سليمان واش نعم. عادي كتشوف العائلة ماشي نقهوة تتفرج في كرة؟ عادي اخي ابراهيم، كاين شي مشكل؟ ما كاين شي مشكل، تتفرج معنا نلعبوا بارتي، جبت السفسيت فهمتي، كاوزة الطابة عادي عادي، العائلة ديالنا عاود فهمتي، عاود الدراري يطلعوا لنا فراس خلط عاود بارتي عاود جماعة يدك على فيتشا فهمتي، هاي الدراري مصطفى اخاي حمد نوع شوية شايدة وهيدا عاود ولا تبارك الله عليك يعني يدك على فيتشا اخاي ابراهيم، فين هما هاد العائلة؟ خاي جواد تبارك الله عليك، الله يبارك فيك اخاي ابراهيم الله يعزك. خاي جواد واش عادي كتشوف بنت ماشي تتفرج في الكرة في القهوة؟ لا هو بالنسبة لي اللي انا الاخ ديالي ما خلاتش تتفرج في القهوة، داك الشيء ماشي عادي، اخت العائلة ماشي تتفرج في القهوة تاع علاقة، وديك الساعة حنا مشينا على بلو ما مشيتش تتفرج. سليمان عنده الحق اخي، يعني ما بنت ما تمشي تتفرج القهوة وتحيي حد الدراري والقهاوي، إلا كانت قهوة خصوصا قهاوي شعبيين وفيهم الدراري وهذا وكتحيح وكتغوز بنت، يعني ما كتبقاش بنت كترجع في حقها هذيك الساعة، ملي كتحيح وهذا الدراري تينا كتعرف على الدراري تينا كتعرف شنو كاين كيتجمعوا ما بعطيتهم كتوقع بعض التخسير الهضرة وهذا، يقول لك بنت بيناتهم حشومة. عدنان تبارك الله تبارك الله عليك اخي ابراهيم الله يبارك فيك. خي عدنان واش عادي كتشوف بنت ماشا تتفرج في الكرة في قهوة؟ لا ماشي عادي اخا، حشومه، حنا بالنسبه للثقافه ديالنا والمجتمع ديالنا حشومه، ما تربيناش على هذا الشيء هذا، العائله يمكن لها تتفرج في الدار حدا يما حدا بابا حق القهوه، الدنيا مخلطه، الرجال اللي كيزبل اللي كيغوت، العائله قال شي حداهم كتجي حشوم، بالنسبه لي لي انا الوحيد اخو الله واعد. شنو الرساله اللي توجه عندك البنات؟ والله يدينا ويهديهم جميعا الخوات، هادشي اللي انا امين امين، حيت العائله ما خصهاش تمشي قهوه بوحدها، يا تكون مع يما يا يكون مع بابا ولا يكون مع شيخه فهمتيني، حيت الوالدين ديالنا ربونا احسن تربيه فهمتي، ما يخليوناش حنا نمشيو بوحدها، خصوص العائلات حنا الدراري بعدا مقدم براسنا العائلات. لا واش عادي كتشوف العائله ماشي تتفرج كره في قهوه؟ بالنسبه لي انا ما عمري حيت الشا ما نكذبش عليك، وهذه ماشي مقلد التربيه ومقلد الاخلاق، حيت بنت المكانه ديالها في الدار ماشي المكانه ديالها تكون مثلا في القهوه ولا في اي بلاصه، حنا كنعرفوا راسنا ملي خلقنا من دابا كنعرفوا كنمشيو للقهوه كتجيني عيب العائله تجيب راك جلسه في القهوه، اليوم هذيك الاخلاق وهذه التربيه صراحه عطاوهم اكثر من المجال ديالهم، ان حريه الحريه الحريه ما فهمش هذه الحريه كيفاش عامله، هادشي اللي كاين. انا ضد الفكره، انا ضد 100%، وهذا مقلد الاخ، تبغي انت اختك ولا اختي ولا اختي في قهوه صافي، اذا من نفسنا جرب قصه من نفسك انت بيدك، انا بدي ما بغيتش بنتي نجبرها في قهوه قال لك لا جلسه كتفرج في الكوره، هذه ما كايناتش، هذه باقي ما بغاتش تدخلي في الدماغ ديالي انا نهائي. ملي كتشوف ديك البنات في القهوه وجالسين وانا ما نكذبش، انا قلت لك اللي كاين، انا بدي ما كنجلسش في القهوه باش نقدر نشوف مثلا البنات كيجلسوا في القهوه كتجيني حشومه. تبارك الله. واش عادي كتشوف بنت ماشي قهوه تتفرج الكور؟ بالنسبه لي عاديه، انا كمسير عند واحد القهوه، عندي قهوه يعني ما فيها لا تدخين لا والو، كيجيو عائلات كيجيو كذا، يعني داكشي في احترام وكذا، يعني ما الامور كتبان لي انا هي هذيك عاديه اخي ابراهيم. كيكون موطع خاص بالعائلات، يعني خاصه بالعائلات، ويعني الاحترام، ومع ذلك حتى هما بشر، يعني حتى هما عنده ديك الروح الوطنيه باش يتبعوا المنتخب، بالنسبه لي انا كنشوفها عاديه، فاني الاهم حاجه هو الاحترام اللي يكون في المحل في يتفرجوا ولا في القهوه ولا كذا، هادشي اللي كيبان لي اخي. حميد ملي كتشوف العائله ماشي تتفرج كوره في قهوه كيفاش كتجيك؟ انا في النظر ديالي اخي ابراهيم يعني لا يجوز، فهمتيني، من ناحيه الدين ديالنا الاسلامي الاختلاط راه حرام فهمتيني، ونهضروا بخلاصه حنايا مثلا هذا المنتخب هذه الفتنه هذه هادشي هذا اصلا ما كيزيدنا ما كينفعنا في والو فهمتيني، الى غادي الى عدد هاد الاجتماعات وهاد المدارات هادشي اللي كنعملوا هاد الامتلاءات ديال القهاوي وهذه، الى كنا نعملوا هادشي هذا نعملوا في حاجه اخرى مهمه كنا غادي نستفيد، حنا دابا المنتخب ما ديك انا جيك من الاخر، دابا حنا مثلا المنتخب ذات كاس افريقيا ولا ذات كاس العالم شحال نستافدوا حنايا بالنسبه للطبقه ديالنا الطبقه الضعيفه والطبقه المتوسطه، ما نستافدوا حتى شي حاجه اخي ابراهيم فهمتيني، الا كان غير نستافدوا شي حاجه هيداك نقوزوا اللي ما كتقولش، ولكن حنا صراحه الله انا في نظري ديالي لا يجوز اختلاط، وصراحه هذه الاهميه ضد هذه الفكره وهذه الاهميه كامله من هذه الكره، يعني انا كتبان لي راه مبالغ فيها اصلا. واش عادي تشوف بنت ماشي تتفرج في القهوه في الكوره؟ الله عز وجل حرم من المراه حمرت تطلت من الشرج ماشي تتفرج في الكوره فهمنا، لهذا مي يرجع الناس كيتفرج الكره ما بقاتش الكره، رجعت التفاهه، حيت الكره عندها الموادين ديالها، عندها الاماكن ديالها، حيت الكره عندها الناس ديالها اللي مختصين بها، اما باش خلاص تخلي العجينه وتخلي القشوع وتخلي راجل بلا غدا وتجي تفرج الكره
راه عذاب الانمات. اللهم خلينا عزارة باش ما تقولش امراه انا فاور المغرب ولا انا فاور برشلونه ولا انا فاور المدريد. ولهذا مرا حرام تفرج كره وحرام حتى تقول لي خويا حتى في السوق تقول لي خويا بطاطا تبقى تطول مع العربيه هذيك حرام مطلقا. ولهذا المراه واجب ديالها اللي خلق الله في الدنيا هي تربي مربيه البيت تكون في الدار ديالها كوزينه تعجن طيب الراجل ديالها ويجي الراجل ديالها النشاط ماشي يجي الراجل ديالها يجي راسها قاشيه وجهها في التلفازه قال كول قال كذا شبين لك باش تجيهاش واش العائله ديالك واش جيات ولد خالتك شبين لك بن حكيمي واش كيعرفك. ولهذا اخي ابراهيم انسان مرأة خلق الله عز وجل من الدار تربيه الابناء ما خلقهاش باش تفرج كره. وانا دابا كتاكسيستا هاد التاكسي ديالي فين هو كتاكسيستا تارس هاد يومين جبرت اغلبيه المدينه ها العائلات كيتفرجوا الكره. واش عادي كتشوف العائله ماشي تتفرج الكره في قهوه؟ قهوه كاين قهوي عادي وكاين قهوي ماشي عادي تتفرج فيهم وكاين قهوه تتسرج مع راسك كره وكذا وتسال الكره وتمشي بحال الدار ديالها هانيه ماشي تتفرج كره كره هانيه هذه الرياضيه كره اي واحد كيتفرج لا الفقي عائله عايل كبير صغير كره راه رياضه وكتغسل الدماغ ديال الانسان. الكره راه هوايه ورياضه فيها اي حاجه يعني انت ما عندكش مشكل ما عنديش مشكل ماشي القهوه اللي تجلس فيها العائله وخا تفرج كره هانيه ماشي قهوه تمشي قهوه في الاحياء الشعبيه تفرج من الكره لا كاينه قهوه تجلس فيهم كره تفرج كره مع راسها ما سمعتيش حتى شي كلمه موسخه عرفتي كيفاش حنا القهوه راه في طنجه عندنا كبيره بغيتي اي متعة نقي راه تفتش عليها راه تجبرو وبغيتي متعة موسخ راه تجبرو وبيبا المغرب وبيبا الوطن وبيبا المغرب وبيبا الوطن بيبا خي الجمهور والله. واش عادي كتشوف بنت ماشي تتفرج في الكره في قهوه؟ لا لا خي هذه ماشي عاديه لا ماشي عاديه علاش ماشي عادي؟ ماشي عادي البنت خاصها تكون داخل بواحد الحق كاينين بعض المواطع خاص بالعائلات لا 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 البنت خاصها تكون داخل لا والله يعني ما تخرجش لا لا ما تخرجش انا نخرج وانا كنمشي بالقهوه قهوه الشباب وملي كتشوف دابا بنات بالقهوه كيعجبنيش الحال ياك كيعجبنيش الحال الله يهديهم امين صافي هادشي اللي واحد شداه تحيه لتونا تحياتي انت احمد عجيتي من تما عجيتي بن احمد تبارك الله زيتون الكرمص مره مره تفكرت كنسى ديال النهايه ديال الفيديو هذا وخليوا الاراء ديالكم في الكومنتير. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.